بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير للسيد معالي النقيب العام والسادة أعضاء المجلس الموقر على كل ما يبذلونه من جهد لرفعة المهنة ورفعة الممتهنين بها. في الحقيقة هو الموضوع يعني جديد في المعهد، لسه أول مرة ندرسه معاك في المعهد هنا إن شاء الله، وهو موضوع مهم جدا مش بس للباحثين في مرحلة الماجستير والدكتوراه. يعني الموضوع ده احنا بندرسه لطلاب الماجستير والدكتوراه في جامعة القاهرة، وبقى حاجة إلزامية أي حد مسجل، أي باحث مسجل ماجستير أو دكتوراه بقى إلزامي إنه ياخد الكورس ده تحت مسمى كورس إعداد أو كتابة البحث العلمي. لكن الموضوع أهم لكل، يعني مش بس للماجستير والدكتوراه، بل هو مهم لكل باحث وبالأخص لكل محامي، لأن في المقام الأول المحامي بيعتمد في شغله على البحث عن المعلومة من المصادر ومن مصدرها الأساسي. ومهم جدا إن الباحث يوثق المعلومة وإن يكون المعلومة ليها مصدر، مش بس إن أنا أكتب مذكرتي وأدعمها بحكم نقض من غير ما أحط بيانات الحكم على سبيل المثال، أو إني أدعم برأي فقهي وما أقولش الرأي الفقهي ده لمين. مهم جدا ان اسجل البيانات دي، ومهم جدا ان اعرف ازاي هوصل للمعلومه بشكل سليم وبشكل اكاديمي. دي كانت نقطه انطلاقي ان انا اتقدم بالماده العلميه للسيد النقيب، ومشكور وافق عليها انها تبقى ماده تدرس في المعهد. الموضوع بيبدا من اختيار موضوع البحث، الباحث اللي هيعمل ماجستير او دكتوراه. خدوا بالكم انتوا كمان اساسي لازم تحطوا في ذهنكم ان انتوا لازم تكملوا دراستكم، مش بس ان انا اخدت الليسانس وسجلت في النقابه وبقيت محامي، لا مش كفايه. نكمل الطريق، نسجل في الدراسات العليا ونعمل دبلومه ونشوف التخصص. وفي نقطه مهمه جدا هي بدايه الموضوع، الباحث لما يبدا يفكر عمل بحث علمي سواء كان من متطلبات الدراسات العليا ماجستير او دكتوراه، في بعض الزملاء الباحثين بيبداوا يقولوا طيب سوق العمل محتاج ايه؟ يعني انا اعمل بحث فين؟ حد يقترح عليه مثلا يقول له ده سوق العمل محتاج التجاري، حاول تعمل دراسات عليا في التجاري وتعمل الدكتوراه بتاعتك في التجاري، رغم ان هو ما كانش بيحب التجاري. فيلاقي نفسه بعد ما اقحم نفسه في دراسه هو مش بيحبها ان سوق العمل استكفى، وبالتالي مش قادر يكمل في المجال اللي هو بدا فيه، لان المفروض ان الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه هي مش نهايه، هي بدايه لدراسات وكتابات ومؤلفات. فالنقطه الاولى او المنطلق الاول اللي نبدا بيه انا سميتها كده وقفه مع النفس، إن الباحث يقف مع نفسه ويشوف إيه المادة اللي كان بيحبها قوي أيام الليسانس، إيه أكتر مادة، أكتر فرع من فروع القانون كان دايماً متميز فيه، كان دايماً يحب يذاكر المادة حتى لو فيها حاجة مش مقررة. المادة دي هي أولى مادة إنك تعمل فيها البحث، هي أولى مادة إنك تكمل فيها دراستك عشان يبقى عندك القدرة بعد كده إنك تدي فيها، يبقى عندك القدرة بعد كده لما تطلب انك تدرسها في أي مكان تعرف تدرسها، تعرف تكمل فيها. تمام؟ يبقى النقطة الأولى في اختيارنا للموضوع هي واقفة مع النفس، إن الباحث يقف مع نفسه ويبدأ يحدد ميوله فين، ويبعد عن فكرة سوق العمل. سوق العمل محتاجة إيه؟ في ناس تاني عندها ميول للفرع اللي متطلب سوق العمل. لكن لو انت اقحمت نفسك في حاجه انت مش حاببها من البدايه وبدات تعمل فيها بحث
عشان سوق العمل محتاج، ممكن بعد ما تخلص تلاقي سوق العمل استكفى، وقتها مش هتقدر تكمل البحث، مش هيبقى عندك القدرة انك تبحث وتعمل مؤلفات في الموضوع. ولو احنا بصينا للأساتذة الكبار، أساتذتنا الكبار على سبيل المثال، هنلاقي ان كل حد اتكلم في فكرة معينة كانت الفكرة دي بالنسبة له هي حجر الأساس اللي بدأ يبني عليه بعد كده. على سبيل المثال أستاذنا الدكتور فتحي سرور عامل رسالة بتاعته سنة 57 أو 58 في البطلان. لو احنا ركزنا في كتابات معالي الدكتور من 57 لغاية النهاردة أو 58 لغاية النهاردة، هنلاقي كل مؤلفاته وكل أعماله بتنصب في المقام الأول على النقطة دي. هنلاقي إنه لما بياخد شغل كبير بيشتغلوا بالتركيز على النقاط دي. فعشان كده احنا بنقول ان البداية اللي الباحث بيبدأ بيها هتبقى هي اساس، مش مجرد انك تسعي فقط انك تاخد الدرجة العلمية لو انت هتعمل بحث الماجستير او الدكتوراه، لا، دايما تحط في ذهنك ان انت هتبني على الكلام ده، هتشتغل على الكلام ده، الكلام ده هيفضل ملازمك طول عمرك. فلازم يبقى عندك الرغبة ولازم يبقى عندك حب للمجال اللي انت هتبحث فيه. تمام؟ طيب، أول نقطة في الموضوع المفروض إن احنا هنتكلم في الموضوع برضه عشان تبقوا عندكم فكرة الموضوع هيبدأ منين؟ الموضوع هيبدأ من اختيار فكرة البحث، المشكلة، مشكلة البحث. يعني هنبدأ نناقش مع بعض من بداية اختيار مشكلة البحث مروراً بكيفية صياغة الفكرة وكيفية اختيارها، كيفية إعداد خطة للبحث. تمام؟ في حالة الأبحاث المقدمة للدراسات العليا ماجستير أو دكتوراه، آلية المعاملة مع الدكتور المشرف، إزاي الباحث يقدر يتعامل مع الدكتور المشرف، وخاصة إن بقى في دلوقتي فجوة كبيرة جدا ما بين الأساتذة المشرفين، أساتذتنا الكبار، وبين الباحثين اللي موجودين على الساحة. وده ليه أسباب موضوعية ومن حقهم. إن الباحثين بقى دلوقتي بيستسهلوا البحث، إن الباحث ما بيبحثش بنفسه، إن الباحث بيبدأ يدور بطريقة غير صحيحة، غير أكاديمية. هنتكلم فيها بالتفصيل. وبعدين نبدأ نتكلم بعد كده إزاي نبدأ بعد ما عملنا الخطة، إزاي نبدأ نشتغل. ناس كتير بتعمل خطة بحث أو يختار موضوع بحث لكن ما بيبقاش عارف هيبدأ منين، هيبدأ يعد البحث بتاعه إزاي. هنبدأ نتكلم إزاي نجمع المصادر وإزاي نجمع المادة العلمية المطلوبة للبحث اللي هتخدم البحث. هنبدأ نتكلم إزاي نفرغ المصادر، إزاي نعمل إعادة صياغة، مش بس إن أنا أنقل، خدوا بالكم، مش بس إن أنا أنقل رأي فقهي وأحطه في المذكرة بتاعتي أو في البحث بتاعي، لأ، مهم جدا إن أنا أدعم البحث ده بالواقع العملي، وإلا البحث هيبقى نظري تقليدي، ودي كانت منطلق الفكرة، إن أنا قلت إن إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم في الخطوات العملية لإعداد البحث. وإن إحنا لازم نربط الواقع العملي بالأبحاث. الدول اللي تقدمت بسبب البحث العلمي عملت كده، مش مجرد بحث نظري عشان الباحث ياخد بيه درجة علمية، مش مجرد بحث أنا نفسي مش عارف محتوى البحث اللي أنا قدمته، لو اتناقشت فيه مش عارف أنا كتبته إزاي. لا، إحنا محتاجين إن إحنا نعمل بحث ونربطه بالواقع العملي، وده هنتكلم فيه وإحنا بنختار المشكلة، مشكلة البحث. واخدين بالكم؟ مهم جدا ان انا اربط بحثي بالواقع العملي. عشان اعمل كده محتاج ان انا لازم ابحث بطريقه صحيحه. محتاج ان انا اشوف ايه المشكلات العمليه اللي موجوده. محتاج اعرف ازاي هحل القضيه. عشان اوصل لحل قضيتي، الملف اللي تحت ايدي، الامانه اللي عهدت الي بها، محتاج ان انا لازم اطلع كويس. محتاج ان انا اعرف ازاي اجيب المعلومه. تمام؟ طيب، وصلنا ان احنا هنبدا نفرغ المصادر، وصلنا حددنا المصادر، الماده العلميه، احنا بنتكلم دلوقتي في خطوات
او النقاط الرئيسيه اللي المفروض ان احنا هنتناولها من خلال البرنامج. تمام. الباحث بعد ما بيحدد الموضوع وعمل خطه البحث، بدا يبحث ويحدد المصادر والماده العلميه اللي تخدم موضوعه، بدا يعمل تفريغ للمصادر الماده العلميه اللي جمعها، بدا يعمل لها اعاده صياغه عشان يوظفها تحت موضوعه، عشان يوظفها تحت قضيته، عشان يوظفها ضمن الدفوع بتاعته. خدوا بالكم، انا ممكن ما الاقيش حاجه مباشره في موضوعي تخدم موضوعي، هنعتبر ان الموضوع البحث ده هنعتبره قضيه، ممكن ما يكونش عندي حاجه مباشره، لكن القواعد العامه نصت على الموضوع. من خلال القواعد العامه بقدر اوظف القواعد العامه بما يخدم موضوعي. احيانا حد يقحم نفسه في موضوع ويلاقي ان مفيش مراجع او مفيش ماده علميه، مش عارف يتكلم في الموضوع، مش عارف يكتب في الموضوع. طبعا الباحث هنا ممكن يكون اختار الموضوع بطريقه عشوائيه، مركزش في اختيار الموضوع، لان مهم جدا، ولما هنتكلم دلوقتي مهم جدا ان الباحث مش بس ان هو يختار حاجه واقعيه او حاجه بتواجهه في مجال عمله، لا، ده انا لازم كمان اخد حاجه تتناسب مع امكانياتي وقدراتي. الباحث على سبيل المثال ما يختارش موضوع يتطلب منه ان يسافر لبعض الدول الاجنبيه عشان يقدر يبحثه من كامل الجوانب. الباحث ما يختارش موضوع ويتطلب منه اكتر من لغه غير اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. تمام. المرحله اللي بعد كده المفروض ان احنا بعد ما جمعنا الماده العلميه وبدانا نعمل اعاده صياغه، المفروض بنبدا ننظم البحث كويس، ترتيبه النهائي، بنبدا نعمل حاجه اسمها مراجعه لغويه للبحث، بنبدا نشوف ايه اهم علامات الاستفهام اللي الباحث بيستخدمها، بنبدا نشوف مراسم اخر حاجه هنوصل ليها، مراسم المناقشه، مناقشه الابحاث، واللجنه بيبقى ايه دورها في المناقشه، والمفروض ان الباحث يعمل ايه في المناقشه. تمام. دي النقاط الرئيسيه اللي المفروض هنتكلم فيها في الموضوع او محتوى البرنامج كامل. هنبدا بقى من اول نقطه اللي احنا بدانا بيها من شويه، وهي اليه اختيار مشكله البحث. ازاي الباحث يقدر يختار مشكله البحث؟ وقلنا مهم جدا ان الباحث قبل ما يختار مشكله البحث يحدد الفرع او الماده اللي عنده القدره انه يبحث فيها، يحدد الفرع من فروع القانون اللي هيقدر يستمر في البحث فيه. زي ما قلنا مش مجرد ان هو بحث هيتعمل والباحث هيبدا يسيب البحث ده، لا، البحث ده هيبقى بدايه زي ما قلنا من شويه، الباحث هيكمل بعد كده، هيبدا يبني بعد كده، هيبدا يبني على البحث ده. يبقى اول نقطه نركز عليها هي الاختيار الذاتي للمشكله. الاختيار الذاتي للمشكله ده يجي ازاي؟ زي ما قلنا من شويه، نبدا نشوف، نبحث، كل واحد يبحث جواه، يبحث جواه منه ايه اقرب ماده ليا في البحث، ايه اكتر حاجه انا بحبها في مجالي. بحب القانون الجنائي، بحب القانون المدني، لا انا عايز اعمل مقارنه مع الشريعه. لازم احدد كويس، وفي نفس الوقت فيما يتفق مع قدراتي العلميه وامكانياتي، عشان بعد كده ما اقولش لا ده انا اخترت موضوع بس انا مش عارف احدد الماده العلميه اللي هتخدم الموضوع، مش لاقي مصادر للموضوع، الموضوع محتاج لغات ثانيه وانا ما عنديش لغات ثانيه، الموضوع محتاج مترجمين وانا ما عنديش امكانيات، الموضوع محتاج ان انا اسافر له دوله غير الدوله اللي انا عايش فيها. امكانيات الباحث تجاه الموضوع نسميها كده، امكانيات الباحث تجاه الموضوع. بعد ما اخترت الموضوع، احنا قلنا ان احنا نختار الموضوع بقى نختاره ازاي. اهم وانسب الطرق لاختيار موضوع البحث الطريقه الذاتيه للبحث. الطريقه الذاتيه ان الباحث يبدا يشوف انا كمحامي ايه المشكلات العمليه اللي قابلتني في مجال عملي، ايه المشكلات العمليه اللي محتاجه البحث. زي ما قلنا من شويه، محاوله الربط ما بين الابحاث العلميه والواقع العملي، ان البحث يكون ليه طابع عملي عشان النتائج والتوصيات اللي وصلها يكون في مجال لتطبيقها، مش مجرد بحث نظري.
ابدا اشوف كمحامي ايه مثلا المشكلات اللي بتقابلني اثناء سير الدعوه او رفع الدعوه. في مشكله في المواعيد، في مشكله في بدء الجلسه على سبيل المثال. ابدا اشوف المشكلات. انا كمحامي شركات، موظف في شركه معينه، ايه المشكلات اللي واجهتني اثناء شغلي اللي ممكن ابدا ابحثها واقدم فيها بحث يكون ليه صدى على ارض الواقع تقدر الجهه تستفيد منه على المستوى الشخصي للجهه، وتقدر الدوله تستفيد منه على المستوى العام. يبقى مهم جدا ان انا اختار مشكله البحث مشكله عمليه، اربط ما بين مشكله البحث وما بين الواقع العملي. الباحث ما يصغاش لاي حد يوجهه انت المفروض تعمل بحث في كذا، لا مش المفروض ان انا اعمل بحث في كذا، المفروض انا حابب ايه اقدر اعمل فيه بحث. لان اللي هيوجهك في بحث مش هيعمل معاك البحث، هو شايف من وجهه نظره. وبنشوف احيانا كتير بعض الباحثين وبعض المحامين عايزين يعملوا بحث، نلاقيهم يدخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويبدا يتساءل حد يساعدني في اختيار موضوع اعمل فيه بحث. اي حد هيقترح عليك، الناس اللي انت بتطرح عليهم التساؤل فئات مختلفه، اي حد هيقترح عليك موضوع هيقترح عليك موضوع عشان تبحثه هو مقتنع بيه من وجهه نظره، هو شايف ان الموضوع يتفق مع امكانياته وقدراته. لكن امكانياتك انت وقدراتك انت الوحيد اللي تقدر تحددها، وبالتالي يجب عليك انك انت اللي تختار موضوعك بنفسك. خد بالكوا الكلام ده مش بس مهم في دايرة معينة في دايرة مجالي كمحامي وبس، لا، المكان الكلام ده مهم معاك إلى أن تصل إلى الدكتوراه. يعني الكلام ده هتشتغل عليه إلى أن تصل للدكتوراه، وإحنا بنشتغل على إن إحنا نأهل كل المحامين إنهم يكونوا مستعدين للدراسات العليا والدكتوراه. فخلينا متفقين إن الباحث في اختياره لمشكلة البحث لازم يختار المشكلة بالطريقة الذاتية. لازم المشكلة يكون هو مقتنع بيها فعلا وعاصرها. هيطلع حد يقول لك أنا ما عنديش مشكلة قابلتني في مجال العمل، رغم إن هو فيه. بس مش معنى كده إن أنا مش هعمل بحث، حتى لو ما كانش فيه مشكلة قابلتني فعلا في الواقع العملي، ده مش معناه إن أنا ما عنديش القدرة إن أنا أعمل بحث، لا. سواء كان عندي مشكلة واجهتني في مجال عملي او انا حد ممارس المهنه لكن مفيش مشكله واضحه بالنسبه لي، الاثنين هيبداوا يلتقوا في نقطه واحده. ازاي ابدا اصيغ العنوان وازاي ابدا احدد موضوع لو انا ما حددتش فكره معينه. المفروض الباحث بيبدا يبحث في الابحاث اللي اتعملت قبل كده، يبدأ يشوف الرسائل الماجستير والدكتوراه اللي اتعملت قبل كده، يبدأ يطلع على المذكرات اللي اتعملت قبل كده. كل ده هلاقي فيه مادة علمية الناس اللي بحثتها. خدوا بالكم مفيش حد لما بيتناول موضوع بالبحث بيقدر يخدم الموضوع بنسبة 100% من كل جوانب الموضوع. هتلاقي الناس اللي بحثت قبل كده توقفت عند نقطة معينة، وصلوا النتائج ووصلوا التوصيات، هما من وجهة نظرهم ان المشكلة اتحلت من الزاوية اللي بحثوا منها. لكن تقدر تلاقي نفسك اخترت موضوع للبحث وشايف ان هي مشكلة عملية، ومع ذلك لما ترجع للابحاث اللي اتعملت قبل كده او الرسائل العلمية الماجستير او الدكتوراه من خلال فهرس الرسائل تلاقي العنوان ده موجود بنفس الطريقة اللي انت كنت بتفكر فيها. انت كنت بتفكر في مشكلة معينة وتلاقي حد سبقك وعمل الموضوع ده في رسالة ماجستير أو دكتوراه. في المرحلة دي أو في الحالة دي مش معناها إن الباحث كده فشل، بالعكس ده بيأكد وبيثبت لك بينك ما بين نفسك إن أنت ماشي صح، وإنك اخترت المشكلة اللي حابب تبحثها بطريقة أكاديمية بطريقة صحيحة. وما يمنعش إنك تبدأ تطلع على المشكلة اللي انت كنت بتفكر فيها ولقيت حد تناولها ببحث، ما يمنعش انك تطلع كويس عليها، وزي ما قلنا من شوية هتلاقي ان المشكلة
او اللي تناول المشكله ما وصلش للحلول الكافيه او ما وصلش للحلول بنسبه 100%. ودايما بنقول ان البحث متراكم ما بينتهيش، دايما بيضاف الجديد للقديم، بنبني. فبالتالي لو انت لقيت المشكله اللي انت كنت بتفكر فيها او اللي شغلتك او اللي قابلتك في مجال العمل، حد تاني تناولها بالبحث، ده مش معناه نهايه المطاف، بالعكس ده بيأكد لك وبيثبت لك ان انت بتفكر بطريقه علميه. وبالتالي تبدا تطلع على الموضوع، هتلاقي الباحث توقف عند نقطه معينه تقدر تكمل من النقطه اللي توقف فيها. تمام. طيب لو انا مش عندي موضوع، لو انا مثلا في مرحله معينه ومحتاج مثلا مني او مطلوب مني بحث، زي مثلا هنا مطلوب مننا بحث. تمام، يعني احنا هنا على سبيل المثال مطلوب مننا بحث، والمفروض ان البحث ده هيتعمل بمعايير معينه. ما ينفعش ان احنا نعمل بحثين او ثلاثه ونصورهم من بعض على سبيل المثال. لازم الباحث يجتهد في موضوع. لو جالي عنوان متكرر هعرف ان الباحث ما اجتهدش في موضوعه. لو جالي موضوع متكرر اكيد الموضوع ده اتصور ما بين الباحثين، ما بين المحامين. فبالتالي هبقى محتاج ان انا لازم ادور على موضوع جديد. مش شرط يكون الموضوع جديد شكلا، بمعنى ان ممكن تقابلني مشكله زي ما قلنا من شويه والاقي ان في ناس تاني بحثتها، فهنا هيبقى في تشابه في العنوان. طيب اللي ما كانش عنده اساسا مشكله زي ما قلنا من شويه، قلنا ان احنا هنلتقي، النقطتين هيلتقوا، سواء كان الباحث اللي قابلته مشكله في مجال عمله، او المحامي اللي قابلته مشكله في مجال عمله وحابب ان هو يبحثها، او المحامي اللي حابب يعمل بحث ولكن ما فيش مشكله عمليه قابلته. هيبداوا يلتقوا في فهرس الرسائل او فهرس الابحاث اللي موجود عندي في المكتبه، او قائمه الابحاث اللي موجوده عندي في المكتبه، سواء كان في مكتبه النقابه او في مكتبه الكليه في الجامعه. الباحث اللي ما حددش موضوعه وما عندوش فكره من الاساس هيبدا يطلع على العناوين الحديثه، اخر ابحاث اتعملت، هيلاقي من خلال الابحاث دي في حاجات كتير جدا الباحثين تناولوها من زاويه، ولكن هناك زوايا عده متعدده ممكن الباحث يتناول الموضوع من خلالها. يعني يقدر الباحث يدرس الموضوع من اكتر من زاويه، زي ما قلنا من شويه ممكن يكون الموضوع مدروس من ناحيه موضوعيه وانا حابب ادرسه من الناحيه الاجرائيه. تمام. يبقى اذا حتى لو انا ما عنديش مشكله معينه بتشغل ذهني وحابب ان انا اعمل فيها البحث، او عندي مشكله قابلتني في مجال عملي، هيبداوا يلتقوا الاثنين من خلال الاطلاع على عناوين المباحث اللي اتعملت قبل كده، الابحاث اللي اتعملت قبل كده، ومن خلال الاطلاع على العناوين هقدر احدد ايه العنوان اللي شدني، ايه العنوان اللي انا شايف ان فيه قصور، الناس بحثته قبل كده، الباحثين بحثوه قبل مني ولكن فيه قصور، الاقي فيه مؤلفات اتعملت في بعض الموضوعات لكن انا شايف ان الموضوع لو اتعمل بطريقه ثانيه هيبقى احسن وهيبقى افضل. هلاقي نفسي بطلع على ابحاث وعلى كتب، الاقي ان المعلومه صعب على ما توصلني، انا فهمت المعلومه بصعوبه، وبالتالي انا اقدر اعمل اعاده صياغه لنفس الموضوع بس ادرسه بطريقه ثانيه تكون اسهل للباحثين اللي في مستوايا على سبيل المثال وانا بقرا الموضوع. كل دي خطوات بتفتح الذهن للباحث، وكلها لازم زي ما قلنا مهم جدا ان انا لازم اربطها بالواقع العملي. الواقع العملي دايما لازم يبقى معايا في الابحاث عشان اقدر من خلال البحث بتاعي اقدر افيد بيه المجتمع على المستوى العام، مش مجرد بحث نظري. في ابحاث كتير اتعملت ورسائل ماجستير ورسائل دكتوراه وابحاث اتحكمت، ومع ذلك كان كلها مصيرها ان هي مركونه على الارفف، مفيش اي حد استخدمها. لازم تكون مقتنع وعندك ايمان ويقين بقيمه البحث، قيمه البحث العلمي. الافكار السلبيه اللي بتقول ان الابحاث عملت ايه، او الناس اللي خدوا الشهايد العليا عملوا بيها ايه، لا دي افكار خاطئه. الناس اللي تقدمت تقدمت بالبحث وتقدمت بالعلم. من البدايه لازم الباحث يكون عنده ايمان بقيمه البحث. لازم يكون عنده ايمان بان البحث اللي هيقدمه اللي تناوله بطريقه صحيحه هيجي عليه وقت ويتطبق. هيجي عليه وقت وهتلجأ له الجهه بتاعتك من خلال النتائج والتوصيات اللي انت بتقدمها، من خلال المقترحات اللي انت بتحطها في البحث بتاعك. هيجي وقت والنقابه بتاعتك هتاخد بالبحث بتاعك عشان البحث بتاعك ذات قيمه.
ما تقولش انا امتى هيبصوا للبحث بتاعي، انا امتى هيفكروا، يعني ده احنا عندنا ملايين. لا، البحث المميز، البحث اللي هيتعمل صح، البحث اللي هيبقى مربوط بالواقع العملي اللي احنا عايشينه، هيبقى مقدم حلول عمليه، وبالتالي هيفيد الجهه اللي انت مقدمه ليها ايا كانت الجهه. تمام، دي نبذه كده عن اختيار الموضوع بدايه، يعني عشان نبقى عارفين لما نكون هنعمل بحث هنعمله ازاي، ويبقى عارفين اهم الاماكن اللي احنا نقدر من خلالها نحدد العنوان او نحدد صياغه للعنوان. طبعا يفضل ان العنوان يكون معبر عن المضمون، لما اختار موضوع للبحث لازم العنوان يكون معبر عن المضمون، لازم يكون في حاجه شدتك في البحث، لازم يكون في حاجه شدتك في الموضوع. يعني انا اذكر عند اختيار الموضوع الدكتوراه خدت وقت طويل على ما عملت صياغه العنوان بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور المشرف احمد عوض بلال. الاول اخترت موضوع كان العنوان طويل جدا، الى ان وصلنا ان العنوان بقى ثلاث كلمات او اربع كلمات ولكن معبرين، النظريه العامه لتخفيف العقاب. كنت متاسف بالموضوع، الموضوع كان مأثر فيا، حابب اتناول الموضوع من زوايا غير كمان اللي نص عليها القانون، يعني القانون حدد اسباب لتخفيف العقاب وانا شايف ان الاسباب دي غير كافيه، فببدا ابحث عشان تبدا تحط ارائك، وارائك دي يكون ليها دور، وارائك دي تتسمع، وارائك دي تاخد بيها، لازم تكون من خلال بحث علمي. لازم تكون من خلال بحث علمي صحيح، مش مجرد زي ما قلنا من شويه بحث تقليدي. الناس اللي بتدخل زي ما قلنا على مواقع التواصل، حد يقترح عليا موضوع، اقترح عليه موضوع، بعديها بشويه طب حد يقترح عليا دكتور مشرف، طب حد يساعدني في كتابه البحث، طب فين شخصيه الباحث؟ في مداخلات لو حد عايز يسال حاجه ممتاز. اتفضل معلش. طيب احنا اتكلمنا من شويه عن النقاط الرئيسيه للموضوع، الموضوع مش هيخلص النهارده، خد بالك الموضوع كبير، احنا مش هنخلص الموضوع في محاضره واحده. يعني السؤال مهم جدا، السؤال مهم جدا، وانا فارد له يعني ممكن هيبقى ليه محاضره كامله، وخاصه ان انا قلت ذكرت من شويه ان بقى في فجوه كبيره جدا ما بين الباحثين والاساتذه المشرفين. من ضمن الاسباب في اسباب عمليه واسباب موضوعيه تخلينا نقول ان فعلا الاساتذه المشرفين عندهم حق. اتكلمنا بجزئيه صغيره منها اللي هي ايه؟ ان الباحث لما يدخل على مواقع التواصل ويقول حد يقترح عليا موضوع، يبقى الباحث ملوش شخصيه في الموضوع. لما بعد شويه حد يدخل يقول حد يقترح عليا دكتور مشرف، يبقى الباحث ما عندوش اقتناع بدكتور معين. لما الباحث يدخل يقول حد يساعدني في كتابه البحث، يبقى الباحث ما عندوش فكره عن كتابه البحث. الأساتذة المشرفين الكبار زي ما احنا معانا كده التليفونات الحديثة وبنخش كده بنشوف على مواقع التواصل، هم كمان بيشوفوا ومتابعين. فلما يجي تقع كده على حد بيقول حد يقترح عليا أستاذ دكتور يشرف عليا، يبقى معناها إن أنا حتى لما حد هيجي لي كمشرف هبقى متذبذب، هو جاي لي على اقتناع ولا حد اقترح عليه على الفيسبوك؟ تمام، نركز. طيب الموضوع اللي انت مختاره عايز تدرسه ده، هو فعلا الباحث مقتنع بالموضوع والموضوع فعلا محتاج لبحث، ولا مجرد حد اقترح عليه الموضوع عشان ياخد بيه الدال زي ما بعض الباحثين قالوا؟ ده خطا طبعا فادح ان اللجنه توجه له سؤال بيقولوا له انت ليه بتعمل دكتوراه؟ قال لهم عشان الدال، يعني عشان اللقب بس. طبعا ده معناه ان احنا وصلنا لمرحله متدنيه في البحث. البحث العلمي مش فقط عشان احصل على الدرجه العلميه، البحث العلمي في المقام الاول عشان اخدم بيه المجتمع، عشان اطور بيه المجتمع اللي انا عايش فيه، ولازم يكون ده هدفي في البحث. لازم يكون هدفي في البحث كده، يعني لو انا قابلتني مشكله في مجال عملي، المشكله دي هي اولى بالبحث. ما تقولش طب ده الموضوع ممكن يتعالج في خمس ست صفحات، لا، انت ممكن تبقى شايف الموضوع كده، أو في بداية اختيارك للموضوع هتبقى شايف الموضوع حجمه كبير جدا وأنت حجمك صغير جدا.
كل ما هتبدا تطلع في الموضوع وتبدا تجهز ماده علميه في الموضوع هتلاقي نفسك انت بقيت بتكبر قدام الموضوع، والموضوع بقى بيصغر في نظرك لانك بدات تهضم الموضوع. مركزين؟ الموضوع مهم جدا، الموضوع ده هيمشي معاكم الى مرحله الدكتوراه. والكلام ده احنا تعبنا ما لقيناش حد يشرح لنا الخطوات العمليه اللي احنا بنتكلم فيها دي. يعني معظم كتب ومناهج البحث للاساتذه الافاضل الكبار لما تناولوا الموضوع اتكلموا عن مناهج البحث وانواع المناهج والمنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي والتحليلي وخلافه، لكن ما قاليش لما اجي اعمل بحث ازاي انزل المكتبه وازاي اتعامل مع الابحاث اللي قبل كده وازاي اختار المشكله بالاليه دي، ازاي اختار مشكله تكون معاصره، ازاي انا كراجل محامي وبحضر من الساعه 8 في المحكمه ومع ذلك الجلسه ممكن تبدا الساعه 11، ما هو دي مشكله محتاجه بحث. هل هي المشكله في عدم توفير وسيله مناسبه للهيئه الموقره عشان توصل في ميعادها؟ هل هي المشكله انهم بيسكنوا في مكان ابعد من الدايره؟ في مشكلات كتير. اتعمق في الموضوع واشوف فين المشكله. مثلا على سبيل المثال شايف ان في قصور في بعض المواد من الناحيه الاجرائيه، ابدا اشوف معالجتها تبقى ازاي، ابدا اشوف الاثار. شايف ان في مشكله كبيره في القضايا المدني، القضيه بتقعد قد ايه في المحكمه وبيتحكم فيها امتى؟ طيب خليني اعالج الموضوع ده من ناحيه موضوعيه، خليني ابحث فيه من ناحيه موضوعيه كباحث اشوف حله يبقى ايه. هي دي الافاده العلميه الصحيحه من البحث العلمي، ان انا ابحث واقدم حلول ومقترحات بطريقه علميه. ولما اقدم مقترحات لازم اقدمها تفصيلي، اقول الحلول المفروض تكون 1 2 3، ما يبقاش بحثي سطحي، مش مجرد بحث سطحي، لا، عايز لما اوصل لنتائج وتوصيات من خلال نتائج وتوصيات على مدار البحث اللي انا اشتغلته اقدر اقول احنا نعالج المشكله ازاي؟ نعالج المشكله في الخطوات التاليه، وابدا احط الخطوات اللي من خلالها اقدر اعالج المشكله. دي كلها نقاط الباحثين احيانا بيقعوا فيها واخطاء الباحثين بيقعوا فيها، ان الباحث ما بيختارش الموضوع على اقتناع. الباحث بيصغى للاخرين، حد يقترح عليا موضوع، حد يرشدني، حد يدلني. زي ما قلنا من شويه ده مش صح، او مش عايزين نجزم ان كله هيكون خطا، لكن نادر جدا لما تلاقي حد يقترح عليك حاجه تتناسب مع فكرك، تتناسب مع مجالك. فدي كلها سلبيات من ضمن الاسباب اللي خلت الاساتذه المشرفين زي ما حضرتك تفضلت يبتعدوا عن الاشراف. ودي النقطه الثانيه اللي هي اليه المعامله مع الدكتور المشرف. يعني انا اخترت موضوع وخلاص مقتنع بالموضوع وبدات اجهز الموضوع، في بعض الباحثين يروح للدكتور المشرف ب 15 موضوع. ده خطا. انا عايزك لما تجيلي بموضوع عشان اشرف عليك تكون مقتنع بالموضوع ده تماما وتكون درست المشكله وابعاد المشكله. مش معقوله هتبقى جايب لي 15 موضوع انت درستهم. لا، هفهم ان انت مجرد عملت بس سيرش كده على الانترنت وظهرت لك العناوين سجلتها. اكيد هقدر احدد ده. على خلاف لما تكون جايب لي بموضوع فكره واحده ومقتنع بيها ومتمسك بيها. في الحالة دي هعرف إن الباحث حد جد، إن الباحث فعلا حابب البحث، مش مجرد حد جاي كده حد قال له شوف الدكتور فلان، دكتور متساهل، دكتور ممكن تاخد معاه الدكتوراه وأنت في البيت، مفيش الكلام ده. طيب إزاي أختار الدكتور المشرف؟ دي نقطة مهمة جدا. هنسمع المداخلة بتاعت حد قبل ما نتكلم في اختيار الدكتور المشرف. اتفضلي يا استاذة. أنا مش سامع كويس. أنا مش سامع حضرتك كويس، معلش. الزميلة بتسأل إن في مشكلة
يعني احنا بنتكلم في ان البحث العلمي واهميه البحث العلمي، ومع ذلك ان في عقبات زي ان بعض الجامعات دلوقتي بدات تتطلب ان لازم يكون الباحث حاصل على تقدير في الليسانس. هو طبعا الكلام ده ما كانش موجود يمكن من سنتين بس الموضوع ده، وده كان ليه اسباب. يعني خدوا بالكم، بلاش ناخد الموضوع كده او ناخد العاميات في الموضوع من غير ما نتعمق ونعرف ايه الاسباب. بما اننا بصدد محاضره بحث علمي فلازم اي حاجه توصل لنا لازم نبحثها كويس، بخلاف ان احنا قانونيين. يعني ما ينفعش ان احنا اي حاجه تجينا زي ما تيجي كده ناخدها، لازم نفحصها كويس، وخاصه من وجهه نظر القانونيه. تمام. هو موضوع التقدير فعلا بعض الجامعات بدات تفرض ان المتقدم للتسجيل الدراسات العليا لازم يكون حاصل على الاقل تقدير جيد. انا عارف ان في ناس متفقه مع القرار، يعني في ناس هتقول لك ايه المشكله، ده اقل حاجه جيد. يعني في ناس كتير هتقول لك عادي، يعني جيد دي اقل تقدير، وان اللي حصل على جيد من حقه، واللي ما جابش جيد هو اللي كان سبب في كده، او هو اللي ما ساعدش نفسه. لكن احنا مش هنقول كده، احنا هنقول ان في بعض الجامعات على الرغم من ان في بعض الجامعات حطت شرط التقدير، لكن لسه في جامعات كتير جدا بتشتغل بدون شرط تقدير، وبتقبل الابحاث للتسجيل بدون شرط تقدير. زي جامعه بنها وجامعه المنوفيه وجامعه بني سويف. طيب خلاص ناخد الليسانس من الاول عشان نجيب جيد. اتفضلي. تمام. تمام. الدبلوم. تمام. طيب تمام جدا. طيب حضرتك اقترحت على الدكتور او على العميد، لكن هل انا من شويه بقول احنا كقانونيين لما تجينا الحاجه لازم نفحصها كويس. طيب حد فيكم فكر ان هو يرفع دعوه على القرار؟ حد فكر يروح يتظلم من قرار رفع التقدير في القبول ويطعن على القرار رسمي؟ ايا كان هو قرار اداري ويجوز الطعن عليه بالالغاء في خلال 60 يوم من تاريخ صدور القرار. طيب هو عامة يعني احنا لسه قلنا من شوية ان كل حاجة بيكون ليها أسباب. أنا أتذكر في 2013 كان في قرار رئاسي صدر بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، أو في 2012 صدر قرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه. بناءً على هذا القرار ترتب الهجوم على الدراسات العليا. كل الناس بقت عايزه تتوظف. انا اتذكر في جامعه القاهره كان بيبقى عدد الطلاب لدبلوم القانون العام او دبلوم العلوم الجنائيه لا يتعدى 20 طالب قبل صدور القرار ده. تمام. في المرحله دي اللي انا بتكلم فيها بعد القرار ده كان عدد المتقدمين لدبلوم القانون العام 1250 طالب. حضراتكم متخيلين لما يبقى 1250 طالب دراسات عليا، يعني اكثر من عدد طلاب الليسانس او يعادل طلاب الليسانس. دي كانت من الاسباب. ولكن احنا موضوعنا حتى لو انا ما عملتش دراسات عليا انا اقدر اعمل بحث عشان نثبت المعلومة، عشان الناس ما انت هنا في المعهد مطلوب منك بحث، محتاج انك تعمل بحث. اتفضل. هو مش مفروض، انا ما بفرضش عليك،
انا بحاول ان انا اشجعك للاحسن. لا انا مش فاهم سؤال حضرتك، حاول توضح او قرب شويه. يا استاذ حسن اتفضل استريح. دكتور محمد جفران يا اساتذه له ممثل الحكومه هنا عشان نقول له الدوله ليه ما بتقبلش التهديدات؟ تمام، ما بتقبلش تهديد جيد ولا تهديد مقبول، وله ممثل النقابه عشان نقول له النقابه بتدي ايه تمييز للحاصل على الماجستير او الدكتوراه. وانما ردا على سؤالك يا استاذ حسن، الحاصل على الدكتوراه يميز في درجه القيد بتاعته ان حضرتك ابتدائي ولسه ما عدتش سنوات الاستئناف المطلوبه وخدت الدكتوراه بتقيد درجه الاستئناف، يعني بتستفيد من الدكتوراه. واخدنا حضرتك، فاستاذنكم نلتزم بالاطار العلمي للمحافظه. دكتور محمد بيدرس ماده البحث العلمي عشان يوصل لحضرتك ازاي تعمل البحث اللي طلبه منك النقابه عشان تجتاز. بعد طبعا احنا عندنا اجتياز المعهد هنا له شرطين، الشرط الاول 75% من مرات الحضور، الشرط الثاني اعداد بحث ده اللي هيبقى عليه درجه النجاح بتاعه المعهد. يا ريت حضراتكم تركزوا في كيفيه اعداد بحث علمي طبقا للاجراءات والشروط والمعايير اللي بيقولها الدكتور محمد. حضرتك بعد المحاضره نتكلم في الموضوع ده بعد اذنك. شكرا استاذ سامح. دكتور سامح، احنا كنا ماشيين كويس، يعني ايه اللي حصل؟ زي ما قلنا من شويه، يعني اي قرار اداري يصدر ممكن نطعن عليه، القرار اللي مش متوافق معاك ممكن تطعن عليه، تمام؟ لكن احنا اللي يهمنا دلوقتي اهميه البحث. حالة التسجيل او بدا يعاني من اللقاء الاول للدكتور المشرف، ودي خطوه مهمه جدا ويا ريت كلنا نركز فيها. احنا قلنا من شويه ان معظم او اغلب الدكاتره المشرفين بداوا ياخدوا فكره عن الباحثين اللي موجودين على الساحه انهم لا يصلحوا للبحث، وده بسبب ان الباحث ما بيكونش موضوعي، إن الباحث ما بيختارش موضوعه وهو مقتنع وعارف أبعاده كويس، وبالتالي إحنا عايزين نكسر الحاجز ده بين الباحثين الراغبين، لأن الموضوع مش فرض زي ما قلنا من شوية، الراغبين في استكمال الدراسات العليا، ودي حاجة مهمة جدا يبقوا عارفين على الاقل ازاي هيتعاملوا مع الدكتور المشرف. انا المفروض بعد ما اخترت موضوعي ما ينفعش ادخل على مواقع التواصل او اعمل اعلان واقول حد يقترح علي دكتور مشرف. اختيار الدكتور المشرف ليه اليه لازم الباحث يتبعها عشان يقدر يوصل للدكتور المناسب. اول حاجه لازم اشوف موضوعي يتفق مع اي دكتور. مش معنى ان انا موضوعي في القانون الجنائي يبقى اي حد في قسم القانون الجنائي هيوافق لي على الموضوع، لا، الموضوع غير كده، ليه معايير تانيه. زي ما قلنا من شويه استاذنا العلامه دكتور فتحي سرور عامل رسالته من سنه 57 ولا 58 البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، هنلاقي له كتابات عديدة جدا بتنصب على نفس الموضوع على نفس النقطة. إذا زي ما قلنا من شوية رسالة الماجستير أو الدكتوراه بتبقى بداية أنت بتبني عليها، مش مجرد بحث هتعمله وشكرا مش هتكمل بعد كده، لا، دي مجرد بداية. كتاباتك مؤلفاتك المفروض ان انت هتبني على الموضوع ده، فبالتالي لازم ابدا اختار الموضوع بطريقه موضوعيه
اشوف مين الدكتور اللي افكاره تتفق مع الفكره اللي انا مختارها. هتقولي طيب اعرف ده ازاي؟ الباحث ممكن يوصل لده ازاي؟ الباحث يقدر يوصل لده اما يكون درس في الكليه اللي هيسجل فيها وعرف اتجاهات الاساتذه وكل دكتور مركز في ايه، سواء كانت الناحيه الموضوعيه او الاجرائيه، او من خلال الاطلاع على كتابات الاساتذه المشرفين اللي انا عايز اسجل معاهم. من خلال اطلاعاتك على كتاباتهم ومؤلفاتهم هتقدر تحدد اذا كانت الفكره بتاعتك تتفق مع اي دكتور. دي نقطه مهمه جدا. النقطه اللي بعد كده، المفروض ان انا لما ابدا احدد لقاء مع الدكتور المشرف، واللقاء ده مهم جدا، او اللقاء بالباحث مع الدكتور المشرف، لازم اكون متاكد ان اول حاجه هسمعها هي الرفض. اول جمله هتسمعها من الدكتور المشرف الرفض، لان الدكتور المشرف فعلا مضغوط وفعلا ما عندوش وقت وفعلا عنده باحثين عدى النصاب. المفروض تصرفي يكون ايه؟ على الرغم من اني تعبت في اختيار الموضوع وتعبت في اختيار الدكتور المشرف بطريقه علميه، ما اختارش الدكتور عشوائي، ما قلتش اخد ده ولا ده بطريقه عشوائيه، ما قلتش لحد ترشح لي مين، لا انا اخترت الدكتور بطريقه اكاديميه من خلال اطلاعي على كتاباته وافكاره. على سبيل المثال استاذنا العلامه الدكتور محمود السقا، اتجاهه كان تأييد لعقوبة الإعدام منذ توليه منصب وكيل النائب العام سنة 52. بعد مرور وقت من الزمن وحضوره لأكثر من 40 تنفيذ حكم إعدام، بدأ اتجاهه يتغير وبدأ يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام. لو أنا رحت له بفكرة متقاربة لأبحاثه، وخاصة إن هو دلوقتي بقى حد كبير ولكن مازال عنده تشوق للبحث، مازال عنده كتابات ومؤلفات، لكن بظروفه الصحية وسنه توقف عن البحث. لو أنا رحت له بفكرة امتداد لبحث هو كان كتبه قبل كده، أكيد هيرحب بيه، لأن جاي له مختار له حاجة هو مؤيدها. مركزين في النقطة دي ولا لا؟ جماعة بتوع الدكتوراه مركزين؟ فبالتالي لازم الباحث يختار الدكتور المناسب للفكرة اللي أفكاره تتفق مع الفكرة. الدكتور ممكن يحرج منك إن هو يقول لك أنا ما عنديش القدرة أو ما عنديش الإمكانيات إن أنا أشاركك، لأن هي بتكون بمثابة مشاركة ما بين الباحث وما بين الدكتور المشرف. ممكن يكون صعب إن الدكتور يقول لك إن أنا ما عنديش القدرة إن أنا أكمل معاك في الموضوع، لأنك جايب له موضوع هو مش متعمق فيه. تمام؟ طيب الرد الأول اللي احنا هنسمعه زي ما قلنا من شوية، خلينا نكون متفقين إن الدكتور مشغول وما عندوش وقت. الرد ده بناءً على الأفكار اللي كونها أو اللي كونوها أساتذة المشرفين. كونوا أفكار عن كل الباحثين الموجودين على الساحة إن هم ما عندهمش القدرة على البحث. إن الباحث بيروح يجيب الباحث من أي مكان على الإنترنت ويغير بعض البيانات. حصلت كتير واساتذه كبيره، فاحنا محتاجين ان احنا نغير الفكره دي، نكسر الحاجز ده ما بين الباحث وما بين الدكتور. يعني حضرتك لو الموضوع شغلك تقدر تعمل فيه بحث، يعني ده موضوع جديد فعلا، يعني هي الجرائم الالكترونيه موجوده، مش الجرائم الالكترونيه بحد ذاتها موجوده، وفي ابحاث هتلاقيها موجوده في الجرائم الالكترونيه، واخد بال حضرتك، لكن كحاجه جديده
ممكن حضرتك تصيغها وتقدر تعمل فيها بحث وتقدر تحط فيها افكارك وجهدك. خلينا نتكلم بصفه عامه الاول، ازاي نكسر الحاجز ما بين الباحث وما بين الدكتور المشرف. قلنا في المقام الاول ان انا هبقى مختار دكتور يتفق مع الفكره، تمام؟ الرد اللي هيجي لي من الدكتور بالرفض ما ياثرش عليا سلبا، ما يخلينيش اخرج من عند الدكتور وابدا ادور على دكتور تاني في نفس القسم، لان لو عملت كده هلاقي نفس الرد، لان اول جمله زي ما قلنا من شويه هتلاقيها الرفض. واحيانا الباحث بيحط لنفسه عقبه ما يقدرش يسجل في الكليه ولا في القسم اللي هو حابب يسجل فيه بسبب تسرعه، ان الباحث يبدا يتعامل مع الدكتور المشرف، الدكتور المشرف مشغول ما عندوش وقت زي ما قلنا الرد الطبيعي اللي هنتوقعه، الباحث يخرج من عنده يدخل لدكتور تاني هيلاقي نفس الرد، هيخرج من عنده هيلاقي نفس الرد، لو دخلت لكل اساتذه القسم هتلاقي نفس الرد. طيب المفروض ان الباحث يعمل ايه؟ المفروض ان الباحث بيظهر تمسكه بالدكتور من اول لقاء، بيظهر تمسكه وحبه للدكتور، حتى لو الدكتور قال لك انه مضغوط وحتى لو الدكتور ما عندوش وقت، يبدا الباحث يتظاهر ان هو هينتظر الدكتور وان هو ما عندوش مشكله في انتظار الدكتور. خدوا بالكم الكلام ده ممكن تكون تفاصيل حد يبص لها على انها مش مهمه، لكن الكلام ده مهم جدا في الواقع العملي، وفي باحثين كتير جدا قابلونا بيعانوا من مشكله التسجيل وبيلوموا على الاساتذه المشرفين بان ما فيش حد عايز يقبلهم. اتفضل. سابق تمام. احنا في البدايه قلنا ان احنا بنحاول نكسر الحاجز، تمام؟ الباحث اللي اختار الموضوع بالطريقه اللي احنا اتكلمنا بيها، اختار الموضوع بطريقه موضوعيه، اختار الموضوع كمشكله قائمه بالفعل وحابب ان هو يبحث فيها عشان يقدم حلول تخدم المجتمع، ده هيبقى باحث موضوعي، ده هيبقى باحث جاد، دي هتبقى بدايه انه يبدا يقنع بيها الدكتور المشرف ان الباحث ماشي في اتجاه صحيح. حتى لو يعني احنا بنقول ان الباحث لازم يكون رايح بفكره متفقه، بس ده مش 100%، مش لازم تكون الفكره فعلا امتداد لبحث عمل الدكتور قبل كده، لكن يكفي على الاقل انك تكسر الحاجز ده بانك تقدر تقنع الدكتور المشرف انك فعلا بحثت وانك فعلا حددت مشكله للبحث وان المشكله مشكله معاصره وانك عايز تقدم حلول ومقترحات او تساهم بتقديم حلول ومقترحات. هيبدا يتغير مؤشر الدكتور المشرف، حتى لو قال لك مش فاضي زي ما قلنا من شويه وما عنديش وقت ومضغوط وعندي عدد من الباحثين، هتبدا تسيب وقت صغير مده صغيره وتبدا ترجع له تاني على اساس انك بتتابع مع الدكتور وعلى اساس انك موجود في المكتبه وعلى اساس انك ما زلت بتبحث، على الرغم من ان الدكتور ما يكون ممكن يكون ما سالكش انت موضوعك ايه، لكن انت بتحاول زي ما قلنا من شويه. احنا في فجوه كبيره جدا ما بين الاساتذه المشرفين وبين الباحثين، احنا عايزين نكسر الحاجز ده، نكسر الحاجز ده باننا نقنع الدكتور المشرف اللي احنا هنقدم له البحث بان احنا فعلا بحثنا، ان احنا رايحين بفكره واحده مش رايحين بكشف 15 فكره او اكتر، باننا مقتنعين بالمشكله تماما، ان احنا عندنا القدره على اننا نبحث ونقدم حلول. كل دي هتبدا الافكار دي هتبدا تغير من مؤشر الدكتور المشرف من الاتجاه السلبي ان مفيش باحثين يصلحوا للبحث، ان في فعلا حد يصلح للبحث. هيبدا الدكتور يتفاعل معاك في اللقاءات اللي بعد كده، هيبدا يسالك انت كنت عايز تتكلم في ايه، انت موضوع بحثك كان عباره عن ايه. لكن لو هو حس من اول لقاء ان انت جاي عشان قابلته بس قدامك في القسم، قابلت الدكتور في القسم فدخلت له قال لك والله انا مضغوط وما عنديش وقت، طلعت من عنده قابلت كمان الدكتور حد تاني في القسم دخلت له، يبقى انت باحث مش موضوعي، انت حطيت لنفسك مشكله. هتلاقي السكرتير بتاع الدكتور بعد ما خرجت من عنده دخلت عند التاني ودخلت عند التالت، هتلاقيهم بيتكلموا مع بعض، ده الباحث ده تقريبا عنده مشكله في الكليه، كل اللي بيروح له بيرفضه رغم انه ما كانش فيه رفض. سؤال.
اتفضل يا فندم. ينفع تعمل بحث في اي حاجه، بس لازم حضرتك تكون مجهز داتا ومعلومات عشان تقدر تخدم بيها البحث. احنا اتكلمنا في بدايه المحاضره قلنا ان الباحث لازم يشوف هل الموضوع يتفق مع قدراته ولا لا. مش بس ان الموضوع يكون جديد وان الموضوع يكون واقعي، لا، ما ينفعش ان انا اهمل قدراتي انا كباحث، انا اللي هشتغل في الموضوع. هل الموضوع يتفق مع قدراتي ولا لا؟ اتفضل. دي فكره، دي فكره عامه عن اهميه البحث زي ما قلنا. وهاذكر لكم مقوله لسه قايلها لنا قريب الاستاذ العلامه فتحي سرور في اول محاضره ليه للدراسات العليا الفتره اللي فاتت دي. طبعا هو اول محاضره المحاضره كان شايف تساؤلات كتير في عيون الحضور، فاول ما بدا المحاضره قال: اعلم جيدا انه ياتي وقت على التلميذ ويتفوق على أستاذه، ولكن متى يتفوق التلميذ على أستاذه؟ عندما يتوقف الأستاذ عن البحث فيمنح الفرصة للتلميذ وتاخد عليه رقم إيداع بالعنوان وكم صفحة وبيتختم الغلاف والمقدمة والخاتمة، أربع خمس أختام على المادة العلمية، وبتتحفظ منها نسخة في المجلس الأعلى للثقافة، وحضرتك بتاخد نسخة مختومة أصلية بشهادة إيداع وزارة الثقافة، مجلس الأعلى للثقافة، وليس دار الكتب. دار الكتب ليها مواصفات معينة في الإيداع، من ضمنها إن البحث ما يقلش عن 48 صفحة. لكن المجلس الأعلى للثقافة مفيش مشكلة من عدد الصفحات. لو أنت خايف على المادة العلمية تقدر تعمل لها إيداع في المجلس الأعلى للثقافة. اتفضل يا فندم. مش ملوش مشكله، يعني طالما في مشكله قائمه احنا بنتكلم. لو ما فيش قانون خاص مثلا نص عليها بتعمق، لان القانون الخاص بيبقى ناصص على الجزئيه دي بتعمق، يعني قانون الارهاب كل ماده فيه بتتكلم عن الارهاب. لو انا عندي حاجه معينه في الارهاب هلجا في المقام الاول للقانون الخاص اللي نص على الارهاب. لو انا هعمل حاجه ملهاش قانون خاص يبقى السند الاساسي ليا هو القواعد العامه وهو القانون العام. ابدا اشوف ايه النصوص اللي تتناسب مع الماده دي، ايه النصوص اللي تتناسب مع المشكله دي. تمام؟ دي هتبقى في مقترحات حضرتك، هتبقى من النتائج والتوصيات، هتبقى حاجه جميله طبعا. شكرا.